صباح الهنا والجمال والسعاده والسكر الزياده على كل متابعينا في الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قناه بي إن سي، وبالاخص بي إن سي فود اقوى قناه تخبط. النهارده حلقه جديده من حلقات رمضان وسفره جديده من سفره رمضان. هنشوف النهارده فيها هنعمل ايه. النهارده هنعمل صنف مفيش اتنين بيختلفوا عليه، صنف بيحبه كبير وصغير، صنف كده بنعمل فرح لما بيكون معمول وما بنصدق يكون عندنا عزومه او يكون عندنا لمه علشان نعمل المكرونه اللي بالبشاميل. اسهل منها مفيش، بس معنى ان هي سهله تحسوا ان هي السهل الممتنع. وصفات كتير جدا بنعملها، بس دايما يجي لنا سؤال ازاي اعمل المكرونه البشاميل. دايما البشاميل اللي بيبدا ان هو يكتل مني، دايما اللحمه بتطلع مثلا فيها تعصيجه مش مظبوطه، طب اضيف لها ايه؟ اعمل ايه عشان المكرونه البشاميل بتاعتي تطلع مميزه واللي ياكلها عندي ما ياكلهاش في اي حته ثانيه؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. هنشوف ازاي نعمل مكرونه البشاميل بطريقه سهله جدا وبسيطه، ونعمل كمان معاها صنف حلو زي ما اتعودنا سفرتنا كل يوم عليها الحلو والحادق للحلوين اللي بيتفرجوا علينا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مكرونه بالبشاميل. مكرونه بالبشاميل يعني مكرونه ولحمه مفرومه. اللحمه المفرومه النهارده احنا هنعصجها، والتعصيجه بتاعتنا بنحط لها بصل وفلفل الوان، وممكن يشيل الفلفل الوان، نحط لها معلقتين صلصه طماطم، وكل واحد على حسب ما هو عايز. بس النهارده المكرونه بالبشاميل بتاعتي او التعصيجه بالاخص مدخله لها مكون، المكون دوت ناس كتير اتكلمت عنه وناس كتير جربته وناس كتير اعترضت عليه. انا بقى جايه النهارده اسير الجدل واقطع الشك باليقين علشان نشوف ايه هو المنتج ده بنستخدمه ازاي. النهارده انا مستخدمه فول صويا من شركه زرزور. الفول صويا بتاعنا النهارده ده هناخده بكميه معينه نحطه على اللحمه المفرومه اللي هنعصجها عشان يدينا طريقه او تدينا وصفه كبيره او الحجم بتاعها متضاعف. يعني ممكن بنص كيلو لحمه مفرومه اشوف النسبه المعينه او النسبه المحدده طبيا لكل فرد بالغ هتكون قد ايه من الفول الصويا اللي احنا هنستخدمه النهارده من زرزور، ونبدا ان احنا ندخله على اللحمه المفرومه عشان نعمل بيه وصفتنا النهارده. طيب جايه النهارده اسير الجدل، وفي نفس الوقت اللي هسير فيه الجدل هقطع الشك باليقين باهل الطب. اهل الطب النهارده هيكون موجود معانا دكتور قيمه وقامه، دكتور احمد عياد النجار استشاري التغذيه العلاجيه وامراض السمنه والنحافه واستشاري تغذيه الاطفال. هيكون منورني النهارده في مداخله تليفونيه علشان يقطع الشك باليقين معايا ويديني راي اهل الطب في استخدام الفول الصويا. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك يا شيف. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام زي الفل. كل سنه وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيبه والساده المشاهدين بخير، ورمضان كريم عليكم جميعا. وعلى حضرتك يا رب وعلى الاسره الكريمه. ليا سؤال بيدور في كل دماغ او في كل حد او في كل عقل بيتفرج علينا على مستوى البلاد كلها، حته ان هو اول ما بيسمعوا كلمه الفول الصويا لا الفول الصويا بيأثر على حاجات كتير، الفول الصويا ممنوع، الفول الصويا ما ينفعش ان احنا ناخده. فانا يعني استعنت بحضرتك النهارده علشان يعني اهل الطب هم اللي هيدوا الفاصل في الكلام ده. عارفه ان فول الصويا ليه اضرار وليه فوايد، انا النهارده عايزه حضرتك بس توضح لي وتوضح للساده المشاهدين ايه اضراره ومين اللي ياكله ومين اللي ما ياكلوش وايه الكميه المسموح بيها، ونبقى كده في السيف في المنطقه الامنه بتاعتي، يعني ان انا اكله وانا مطمنه وحاطه في بطني بطيخه سيف. عايزه بطريقه مبسطه جدا كده لاهالينا اللي بيتفرجوا علينا. ممكن جدا طبعا. طيب خلينا الاول نقول ايه هو فول الصويا. فول الصويا هو بروتين نباتي، تمام، ينتمي لفصيله البقوليات، هو اصلا منشاه في دول شرق اسيا وبيخش في كتير جدا من وصفات الاكل الاسيوي. مظبوط. طيب ايه الفرق بينه وبين البروتين الحيواني اللي هو زي اللحوم؟ ايوه، الا وهو ان البروتين النباتي وبالذات فول الصويا بيحتوي على العديد من الاحماض الامينيه. دايما كنا بنفضل في البروتين الحيواني انه بيحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه اللي بتساعد في تكوين الجسم والنمو. تمام. البروتين النباتي اللي موجود في البقوليات عاده ما بيبقاش فيه كل الاحماض الامينيه الاساسيه. مظبوط. لكن فول الصويا فيه التسع احماض امينيه الاساسيه المهمه جدا في تكوين جسم الانسان. تمام. في تاني ميزه ثانيه اعظم، الا وهي انه نسبه الدهون المشبعه فيه اللي هي الضاره قليله جدا جدا، وده بخلاف اللحمه الحمراء اللي غنيه جدا بالدهون المشبعه اللي بتعمل مشاكل في الكوليسترول وتصلب الشرايين. يعني معلش انا اسفه يا دكتور عشان ده سؤال، يعني حضرتك بتتكلم كده ده هيبقى فيه كذا سؤال تاني على نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله. معنى كده ان الاضرار بتاعه الفول الصويا، تمام، للناس اللي بتاكله ما يجيش مثلا كام في المية من اضرار اللحمه الطبيعيه او الحيوانيه اللي احنا بناكلها؟ لا، اقل بكثير. اقل بكثير، يعني الاضرار اللي بتجيلنا من الفول الصويا اقل بكثير من اللحمه الحيوانيه اللي بناكلها. انا يعني هقول لحضرتك قصه الاضرار دي في الاخر خالص، بس هي اقل بكثير من ذلك. تمام. يكفيني مثلا ان نسبه كمان البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هي الدهون الصحيه اللي موجوده في فول الصويا هي كتير جدا عن نسبتها في اللحمه الحمراء، ودي بتساعد في زياده معدلات التركيز والذكاء. تمام. يكفيني كمان ان نسبه الكوليسترول اللي موجوده في فول الصويا قليله جدا، وبالتالي ده بيساعد على الوقايه من امراض صلب الشرايين. حلو جدا. الحاجه الثانيه ان الفول الصويا كمان بيحتوي على كتير جدا من المعادن والفيتامينات المهمه للجسم، زي حمض الفوليك، فيتامين سي، حديد، المغنيسيوم، الثيامين او فيتامين ب1، ودي حاجات حلوه قوي ومحتاجها جسمنا. كل دي حاجات موجوده في الفول الصويا بتفيد جسمنا سواء اطفال او كبار. مش بس كده، ده بيحتوي على نسبه حلوه جدا او محترمه جدا من الفايبرز، الالياف سواء السوليبل او الانسوليبل، وده بيساعد على يعني تحسين الجهاز الهضمي. طب يا دكتور ممكن سؤال كمان؟ مخاطر كانسر القولون. طب ممكن سؤال كمان؟ اتفضلي. حضرتك دلوقتي قلت لي فوائد كتير عن الفول الصويا، زي ما انا بتفرج كده وانا قاعده قدام التلفزيون وست الكل بتتفرج علينا هتقول ايه؟ الله، طب ما دي كلها فوائد الفول الصويا، امال ليه عاملين عليه ضجه؟ امال ايه الاضرار بقى بتاعت الفول الصويا اللي الناس بتقلق منها؟ طيب هنرجع في الزمن شويه ورا، الا وهي الوسطيه. تمام. اي حاجه في الدنيا واحنا بنستخدمها بيبقى في حاجه اسمها ديسيوز الاوفر، يعني انا استخدمها كتير قوي او ان انا ما استخدمهاش خالص. تمام. الاستخدام الكثيف لفول الصويا هو اللي بيؤدي لبعض المشاكل والاضرار فيه. حلو. لان فول الصويا فيه بعض الهرمونات الشبيهه لهرمون الاستروجين. تمام. ولو انا استخدمته بطريقه وسطيه بالعكس هيحميني من كانسر عنق الرحم ومن سرطان الثدي، لكن لو استخدمته بعنف قوي زياده هرمون الاستروجين هيؤدي لمخاطر ثانيه. وبالتالي طول ما انا عندي الوسطيه اللي موجوده، يعني لو استخدمت منه مثلا على سبيل المثال 2 ل 3 اسبوعيا انا في السيف سايد فعلا. طيب ممكن اعرف كل يوم ممكن اعرف الكميه بقى اللي انا اخدها؟ يعني انا لو هنستخدمه مثلا في الوصفات بتاعتي من 2 ل 3 اسبوعيا وانا كده في السيف سايد بتاعتي او في المنطقه الامنه ليا، استخدمه بمقدار قد ايه؟ يعني الفرد زي كده بالغ؟ لو انا استخدمت كوب مطبوخ من فول الصويا فدي نسبه امنه جدا، من كوب لكوب ونص من فول الصويا دي نسبه امنه جدا معاك. من كوب يعني بمقدار كام في الميه كده مثلا من الفول الصويا؟ يعني لو انا مثلا استخدمت حوالي 150 جرام ده نسبه امنه جدا من فول الصويا لحد 3 مرات في الاسبوع. بالظبط كده. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، بجد نورتني يا دكتور احمد، ربنا يخليك يا رب لينا وتسلم لي، وكل سنه وحضرتك طيب وعيد عليك الايام يا رب بخير. كان معايا دكتور احمد عياد النجار استشاري التغذيه العلاجيه، ووضح لنا دلوقتي وجاوب لنا على اسئله كتير بتدور في دماغنا بخصوص الفول الصويا. طيب الفول الصويا النهارده انا قلت لكم ان احنا مستخدمينه من شركه زرزور ما شاء الله، في موجود هو في الهايبرات كلها، الماركات الكبيره، موجود في كل حته باسعار حلوه جدا. زي ما حضراتكم سمعتوا كده الدكتور احمد عياد النجار قال ان احنا مسموح لينا ان احنا في الوسطيه، ان احنا نستخدم الحاجه بوسطيه او باعتدال، ده مش هيضرنا خالص. ادانا كمان تصريح دلوقتي ان احنا ممكن نستخدمه 3 مرات في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، يعني تستخدميه بطريقه امنه، بتاخدي حوالي 150 جرام في المره، انا مش محتاجه فعلا غير في ان انا ازود 150 جرام من الفول الصويا من زرزور على اللحمه المعصجه بتاعتنا، فيديني الكميه اللي انا محتاجاها علشان اعمل صاج مكرونه كبير قد كده اهو، احشي سمبوسه، اعمل مكرونه بالبشاميل، اعمل مسقعه بالبشاميل، ايا كان الوصفه اللي انت عايزاها ويدخل فيها لحمه مفرومه، بنحط لها 150 جرام من فول الصويا من زرزور. ده اللي احنا هنعمله النهارده. عندي طاسه على النار بتسخن معايا، هحط فيها شويه من الزيت وهحط عليها حبه من البصل وحبه من المكونات بتاعتنا. وطبعا علشان تيجي تستخدمي فول صويا من زرزور كل اللي مطلوب من حضرتك تعملي ايه؟ بتاخدي ال 150 جرام او الكوبايه اللي الدكتور احمد قال عليها او الكوبايه ونص، بتبداي تاخديهم وتحطيهم في ميه، بتبداي تاخديهم وتحطيهم في ميه زي ما انا ما هعمل دلوقتي كده بالشكل ده كده. هروح واخده معيار بالشكل ده هبدا ان انا اخد كوبايه بالشكل ده كده بالمنظر ده. شفتوا الكوبايه دي ده كده لو وزناها اصلا مش هتدينا ال 150 جرام اللي دكتور احمد قال عليه. برجع بعد كده اجيب ميه، الكوبايه اللي انتوا شفتوها دي بيتحط عليها من 3 ل 4 كوبايات ميه، من 3 ل 4 كوبايات، واسيبهم حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، بيبدا ان هو يشرب الميه بتاعته، يبدا الكميه بتاعته تتضاعف. هو ده المقدار اللي بحطه على اللحمه المفرومه واستخدمه 3 4 بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. بسيبهم على جنب، وبيبدا ان هو الفول الصويا بيبدا ان هو ينفش مع الميه، بيبدا يشربها، ببدا ان انا استخدمه على طول. طيب عندي وك على النار او طاسه او على حسب ما انت عايزه، هحط فيها شويه زبده وشويه زيت، هدبل اللحمه المفرومه واغير اللون بتاعها، وابدا بعد كده انزل عليها بالفول الصويا من زرزور. نبدا بعد كده نشوحهم كلهم مع بعض، ارجع بعد كده انزل عليه بالبصل وبالفلفل الالوان او اي مكونات انت عايزاها مع توابلك الحلوه وبهاراتك الجميله. بقى عندنا ضعف كميه اللحمه المفرومه بتاعتنا علشان نستخدمها النهارده. اوه حطيت البصل الاول، طب هو ده في مشكله؟ في مشكله يا رغده؟ ما فيهوش مشكله. ليه؟ عشان كده كده اصلا هنشوح البصل، صح؟ برافو عليكي. طيب انا دلوقتي لو نزلت البصل دلوقتي الاول ورجعت نزلت عليه اللحمه المفرومه مع فول الصويا من زرزور، هيحصل مشكله؟ لا مش هيحصل مشكله. بالظبط كده، نزلنا البصلايه، بس قبل ما تاخد لون معايا وتتحمر هنزل باللحمه المفرومه. عايزه تنزلي الاول باللحمه المفرومه وفول الصويا من زرزور الاول، وبعد كده تنزلي بالبصل، برده ما عنديش اي مشكله. ادي اللحمه المفرومه اهي، وادي فول الصويا من زرزور. هشوح ده كده كله مع بعضه. عندي ملح وفلفل اسود، مقاديرنا هتنزل حالا على الشاشه علشان اللي عايز يصورها او يكتبها. وزي ما قلنا فول صويا من زرزور هتلاقوه في اي ماركت كبير، هتلاقوه موجود، اسالوا عليه بالاسم. امن جدا على الصحه، يكفي ان هو في كيس مغلف زي ما انتم شايفين كده، معبى آليا من غير اي ايد ما تلمسه، حاجه غير ما نجيبها مثلا من عند العطار، بتبقى معفره، بتبقى مطربه، تبدا ان هي الخواص بتاعه الفول الصويا نفسها تتغير. فاحنا لما بنجيبها من شركه زرزور بنبقى ضامنين ان احنا واخدين حاجه نظيفه وحاجه مغلفه آليا، فبتبقى انضف بالنسبه لنا ومطمنين اكتر كمان، من ضمن الاطمئنان بتاعنا. بصوا كده، حطيت اللحمه المفرومه مع البصل مع فول الصويا من زرزور زي ما انتم شايفين كده، توابلنا الحلوه. في الاخر خالص بحط الفلفل الالوان، وابدا ان انا اعمل الصاج بتاعنا. دكتور احمد وهو بيكلمنا انا عملت ايه؟ انا حطيت على النار وعملت البشاميل، اللي اسهل منه مفيش، اللي اسهل منه مفيش. زي ما انتم شايفين كده، رغده كانت حاطه لي الخلاط على اني اضرب المكونات كلها واحطها على النار، فانا بصراحه لا، ما رضيتش ان انا احطها في الخلاط علشان ما اعملكوش ازعاج واقطع مكالمه دكتور احمد، فرحت حطها على النار. عملت ايه بقى؟ حطيت شويه زبده وزيت، حطيت بعد كده عليهم الدقيق، بدا ان هو يتحمر معايا، نزلت عليه بميكس الجبن مع الحليب، قلبتهم كلهم مع بعض وتمام وزي الفل. البشاميل بتاعنا هيبدا يتقل، وادي اللحمه المعصجه بتاعتنا. فول الصويا من زرزور بيستوي بسرعه جدا زي ما انتم شايفين كده. النص كيلو لحمه مفرومه بقدره قادر قلب معانا حوالي كيلو لحمه، بصوا المنظر. طيب الحشوه ديت اقدر ان انا استخدمه في ايه؟ زي ما هنعمله النهارده كده، هنعمل بيه مكرونه بالبشاميل، ممكن نعمل بيه نحشي بيه سمبوسه، ممكن نعمل بيه صينيه جلاش، ممكن نعمل بيه صينيه الرقاق، نعمل بيه اي حاجه. نعم، الرز بالبشاميل زي ما عملنا قبل كده، حاجات كتير جدا ادام فيها ما لحمه متعصجه، فممكن يخش في اي حاجه. اقول لك على حاجه كمان ممكن نستخدمه للسحور، ان حبه اللحمه دول بما انهم هيعملوا صاج المكرونه بالبشاميل وهيفيد منهم كمان، نيجي للسحور ما عنديش فيهم اي مشكله. حبه اللحمه المفرومه دول نفقس فيهم كده او نفتح فيهم كام بيضايه، بقى عندنا بيض باللحمه المفرومه لاحلى سحور. يبقى النهارده وصفه اللحمه المتعصجه للبشاميل اللي بتاعتنا النهارده عملناها من ايه؟ عملناها من فول الصويا من زرزور، حاجه امنه على صحتنا. وزي ما قلت النهارده انا جايه سير الجدل، وفي نفس الوقت اقطع الشك باليقين، مش بكلامي، بكلام اهل الطب. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل حلقتنا ونشوف عندنا ايه تاني النهارده. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيين. شايفين كده البشاميل معانا تمام وزي الفل. نرجع بقى نشيله من على النار، ونرجع نقلب او نطبق طاجن المكرونه بتاعنا. طيب بصوا كده، اسهل من المكرونه البشاميل مفيش. هعمل كده واروح واخده حوالي كبشتين بالشكل ده. على فكره البشاميل ممكن ان احنا نعمله من بالليل ونشيله في الثلاجه. صينيه البشاميل نفسها علشان الناس اللي ما بتعرفش ان هي تظبط الحياء قوي، ممكن تعملي صينيه البشاميل كامله بعد الفطار وتشيليها في الثلاجه من غير الجبن اللي على الوش او من غير طبقه البشاميل اللي على الوش، او ممكن تقلبيها مع بعضها وتسيبي الطبقه اللي على الوش لتاني يوم قبل التسويه على طول. ممكن تطبقيها كلها كامله وتيجي تاني يوم تسويها، هتطلع اكنك عاملاها دلوقتي بالظبط، ما فيهاش اي مشكله. طيب انا عملت كده، قلبنا المكرونه مع البشاميل. هبدا ان انا اخد نص كميه المكرونه. انا بصراحه ما بحبش ان المكرونه تكون كتير علشان تدي يعني احس ان انا باكل لحمه، بحس كده ان انا باكل بشاميل، ما يبقاش ان هي كلها مكرونه. هرجع اعمل كده واخد اللحمه المفرومه بتاعتنا النهارده. الكميه دي طبعا انا عامله طاجن مش كبير، فطبعا لو الطاجن اكبر هتبقى عاملاهولك تمام وزي الفل. ممكن من كميه اللحمه اللي احنا عاملينها دي نعمل المكرونه بالبشاميل ونعمل كمان سمبوسه، هتطلع معانا حلو جدا. احط باقي المكرونه بالشكل ده كده، اوزعها كويس بطريقه سهله وبسيطه، هيطلع معاكي. على فكره الطواجن المكرونه البشاميل او الكلام ده كله بلاش ان احنا نكتر الكميه قوي، علشان شيء طبيعي ان انت تاني يوم هتعملي جديد، الا اذا لو انت بتحبي ان انت تعملي كميه كبيره وهتاكلي منها تاني يوم. انا ما عنديش اي مشكله، اعملي يا شيخ اعملي الكميه الكبيره زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. احنا طبعا حاطين الجبن جوه البشاميل، فانا مش محتاجه احط على الوش بالشكل ده كده. بدخل الفرن، كل حاجه مستويه معايا وتمام وزي الفل. ابدا احطها في الفرن بقى تاخد الوش الحلو اللي احنا عايزينه، وبعد ما تستوي خالص اطلعها. ما بنحطش بيض جوه البشاميل ولا بحط بيض على الوش خالص. الجبن اللي احنا حطيناها هتخليها لنا زي الفل وتاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. يلا بينا نحطها في الفرن كده. عشر دقايق ربع ساعة ونبص عليها، مش نطلعها، نبص عليها علشان نشوف خدت اللون بتاعها حلو ولا لأ، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. طيب نفضي حوالينا كده ونيجي نعمل ايه؟ النهارده هنعمل مهلبية بالشوكولاتة، مهلبية البرتقال والجزر بالشوكولاتة. يعني هنحط فيها شوكولاتة؟ لأ، ده الشوكولاتة ديت هنحطها على الوش كده متسيحة في حمام بخار، ما شاء الله اللهم بارك. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا محتاجاه مقاديرنا هتنزل على الشاشة. حلة سخنة ما تكونش على النار، مقدار البرتقان بتاعنا، عصير برتقان بيور خالص، حتى لو انت مفرزاه ما عنديش اي مشكله فيه. طيب طلعناه بالشكل ده كده. هروح جايبه النشا والسكر احطهم على بعض، كل ده على البارد، كل ده على البارد. ادي النشا، سكر، كريم شانتيه، رشه من الفانيليا، كل ده كده يتقلب على البارد قبل ما يترفع على النار. طيب احنا لسه عندنا جزر مسلوق والميه بتاعته كمان مسلوقه، هنعمل فيها ايه؟ هقلب ده على البارد وهنطلع فاصل، ولما نرجع من الفاصل هقول لكم الجزر المسلوق ده وميه الجزر اللي احنا سلقنا فيها هنعمل بيها ايه بس بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديين. رجعنا من الفاصل بعد ما حطينا المكرونه البشاميل بتاعتنا، وتعالوا كده نبص بص عليها قبل ما نبدا في الوصفه الثانيه. محمد ابراهيم جوه الفرن بصوا الشكل عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، شايفين المنظر. معانا تليفون الاول ونقول ايه رايكم الاول في المكرونه البشاميل، ومعانا مين؟ يا امل. الو، ازيك يا شيف نونا؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل حبيبتي، وانت طيبه. ايه رايك في المكرونه البشاميل اللي عاملينها النهارده؟ جميله والله، متابعاكي من اول الحلقه حبيبتي. يسعد لي قلبك، يا رب تسلمي وتعيشي. رمضان جميل بوجودك كده معانا ان شاء الله. رمضان حلو جدا جدا واحلى بكتير بكتير كمان بوجودكم. تسلمي ربنا يخليكي يا شيخ نونا. محتاجه بس اطلب من حضرتك طلب. عيوني تؤمري. عايزه اعرف طريقه عمل مهلبيه قمر الدين. ينفع كده؟ ينفع كده؟ طب بصي هقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بنعمل مهلبيه البرتقال بالجزر تمام؟ وعاملينها النهارده بشكل حلو قوي. اتفرجي على باقي الوصفه اللي احنا بدأناها وهتعجبك جدا. تمام حبيبتي خلاص متابعه حضرتك. حبيبتي تسلمي لي نورتيني. بصوا بقى زي ما امل قالت كده وبصينا على المكرونه البشاميل بتاعتنا قبل ما نطلع الفاصل، عملت ايه؟ حطيت البرتقال وحطيت عليه النشا والكريم شانتيه والفانيليا، قلبتهم مع بعض على البارد ورفعتهم على النار وبداوا ان هو يعني يتقلوا، عشان كده حطاهم على النار هاديه. قبل ما يبداوا يتقلوا نرجع ناخد الجزر بتاعنا المسلوق وسلقناه بايه؟ سلقناه بالميه بتاعته اهي، بس دي مش ميه كلها، دي كلها مش ميه. امال ده ايه؟ ده حوالي كده نص كوبايه من السكر حطيناها على الجزر وسبناه يبدا ان هو يبوش مع بعضه ويتسلق وينزل السوائل اللي فيه بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا نضربه في الخلاط بتاعنا بالمنظر ده. وقبل ما اضربه في الخلاط بتاعنا نيجي هنا وعاملين ايه؟ مقاديرنا نزلت يا رغده؟ انا نسيت ان مقاديرنا نزلت ولا لا؟ نزلت على الشاشه. طب تمام. الشوكولاته بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها النهارده حطيناها على حمام بخار، حله وفيها ميه وفيها شوكولاته بالحليب او دارك زي ما انت عايزه، حطيناها وسيحناها بالشكل ده كده تمام. هسيبها على النار دقيقه كمان على مضرب الجزر بتاعنا النهارده. نعمل كده بسم الله، تك زرار واحده هنلاقي الجزر ده ناعم جدا ومش هصفيه. ليه مش محتاجه اصفيه؟ لان انا النهارده مستخدمه الخلاط الجبار بتاعي اللي بتاكد زرار بيجرش الزهر. تعالوا اوريكم ان الجزر بتاعنا مش هيحتاج يتصفى، وبعد كده اقول لكم نجيب الخلاط بتاعنا ده ازاي ونازل لكم العرض بتاعه النهارده بايه وايه الهدايا بتاعته من سوق المطبخ. يلا بينا. تكت زراره في اقل من كام ثانيه كان الجزر مضروب بتاعنا ضربه ما شاء الله اللهم بارك، ومفيش اي تكتيله ومفيش اي حاجه تخليني امسك الجزر اصفيه. بصوا المنظر شايفين حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. خلطنا الجبار ده نجيبه من سوق المطبخ النهارده ونازل ومكمل معانا في عروض عيد الام. خلاط بتاعنا الجبار ومعاه هاند بلندر هديه، معاه هاند بلندر هديه، بتاخدي الاثنين بسعر الخلاط، يعني بتاخدي الخلاط الجبار بتاعنا اللي ما ينفعش ان احنا نقف قدامه باي حاجه ايا كان بقى. بسم الله استنوا 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 عشان ما نتلساش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نرجع لخلاطنا الجبار اللي ما بيختلفش عليه اتنين، 3 ارقام للثلاث شبكات موجودين معانا على الشاشه، نقدر ان احنا نطلب منهم الخلاط النهارده. الخلاط نازل عليه هاند بلندر هديه. يلا بسرعه بسرعه اشتري هديه عيد الام، هديتين في هديه واحده لامك ولحماتك، يبقى انت كده واخده هديتين ما شاء الله اللهم بارك يشرفوا. هتاخديهم النهارده من صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ معانا 3 ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقه العاديه. الQR موجود معانا كمان على الشاشه. ليه الQR موجود معانا على الشاشه؟ عشان حضرتك تقدري ان انت تدخلي تشوفي كل المنتجات وكل العروض وكل الهدايا بتاعتنا اللي موجوده وتختاري منها اللي انت عايزاه. الخلاط بتاعنا بس مش هو اللي موجود وعليه هدايا، لا في حاجات كتير قوي، في خصومات وفي شحن مجاني وفي هدايا وفي اجهزه كتير جدا موجوده على صفحه سوق المطبخ، سواء الاجهزه او اطقم الحلل بتاعتنا اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ، كل دوت هتلاقي عليه هدايا ما شاء الله اللهم بارك عليها. هدايا ما شاء الله اللهم بارك عليها. مستنيه ايه؟ لسه بتفكري؟ ما عندناش وقت للتفكير علشان هدايانا وعروضنا ما بتقعدش كتير. بسرعه تتصلي على الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه دلوقتي علشان تطلبي الخلاط الجبار بتاعنا النهارده اللي اتكت زرار طحن لنا الجزر وما كانش محتاج ان هو يتصفى. الكلام دوت مش للجزر بس، احنا قلنا ان الخلاط بتاعنا بيجرش الزلط. معنى ان هو بيجرش الزلط يعني ممكن يضرب لي اي حاجه يا نونا؟ اه يا ست الكل يقدر يضرب لك اي حاجه. احنا ضربنا فيه الكريم شانتيه وعملنا فيه الايس كريم وعملنا فيه كل حاجه تتخيليها ان هي تتعمل، بس ما تتعملش في خلاط، لا تتعمل في اي حاجه ثانيه، لكن عندنا النهارده بتتعمل في الخلاط الجبار بتاعنا. عشان كده خلاطنا غير اي خلاط، هتلاقيه موجود في صفحه سوق المطبخ ما شاء الله اللهم بارك. مش الخلاط بس اللي موجود، نازل عليه كمان هاند بلندر هديه. يلا بسرعه مستنيه ايه؟ الحقي هدايا عيد الام معانا والحقيها بعروضها اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ، الاوفر والاضمن والاقرب. الخلاط بتاعنا عليه ضمان ضد الكسر او ضد عيوب الصناعه لمده 10 سنين، علشان احنا ضامنين البضاعه بتاعتنا كويس وضامنين منتجاتنا كويس جدا. الخلاط النهارده موجود عليه هاند بلندر هديه 600 واط، زي ما انت شايفه كده ما شاء الله اللهم بارك. حاجه نحكي ونتحاكى عليها، حاجه نحكي ونتحاكى عليها. زي ما انتم شايفين ضرب المهلبيه بتاعتنا بتكت زرار، ما احتاجناش اكتر من كده. دقيقه ما كملش اصلا دقيقه، ده ما كملش كام ثانيه والجزر كان مضروب. نضرب فيه طعميه، نضرب فيه مهلبيه، نضرب فيه كريم شانتيه، نضرب فيه ايس كريم. يا جماعه ده بيطحن الزلط وبيطحن الازاز، مش هيطحن لنا شويه خضار؟ زي ما انتم شايفين كده، وعملنا فيه قبل كده اللحمه المفرومه، ودي كانت حاجه ما ينفعش ان حد يعملها في الخلاط بس انا عملتها. اي حاجه غريبه واي حاجه ممكن ان انت ما تتخيلهاش هتلاقيني بعملها مع منتجات سوق المطبخ، علشان انا ضمنها كويس جدا. صفحه سوق المطبخ موجوده عندكم، الكيو ار موجود عندنا، الارقام موجوده كمان عندنا، تقدروا تتواصلوا معاهم دلوقتي تجيلكم منتجات لحد باب البيت. دي كانت فقرتنا في صفحه سوق المطبخ النهارده، وناخد تليفون قبل ما نطلع فاصل ونقول الو. الو، صباح الفل يا هبه. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا نونا؟ الحمد لله يا قلبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانتي طيبه يا حبيبه قلبي. وانتي بخير وصحه وسعاده يا قلبي، تسلمي لي وتعيشي. على فكره يا نونا انتي احلى هديه لينا في رمضان يا حبيبتي. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا، تسلمي لي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا نونا، انا عاوزه اعمل الصوبيا في البيت وتطلع حلوه زي بتاعه الشارع. عيوني الاثنين، اعمل لك مسحوق الصوبيا ونعمله على ايدينا وتطلع احلى من بره بكتير، ويكفي انها من ايديكي. ايه هتبقى حلوه من ايديكي انت حبيبتي. حبيبتي يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي وتعيشي. تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها. سلم عمرك يا رب، سلم عمرك يا رب من كل شر. تسلمي، تسلمي لي حبيبتي، نورتيني. اكتبي عندك يا رغده، نعمل الصوبيا عيوننا عيوننا الاثنين. بصوا بقى، احنا بعد ما ضربنا الجزر وحطيناه على المهلبيه بتاعتنا طلعت بالشكل ده، بنبدا ان احنا نقدمها في الاطباق بتاعتنا او الكاسات بتاعتنا. بسم الله، اهي كاساتنا اهي، بنبدأ إن احنا نقدمها فيها ونغرفها ونسيبها تبرد، نغرفها ونسيبها تبرد. وخلوا بالكم من الموضوع اللي أنا بقوله ده. والجناش اللي أنا عملته ده اللي هو كان عبارة عن شوكولاتة مذيبة على حمام مية، وحطيت عليه زبدة وحطيت عليه كريمة خفق، يتعمل ويتساب يبرد خالص. ليه يتساب يبرد خالص؟ علشان بعد كده هنبدأ إن احنا نعمل فيه إيه؟ نحطه على المهلبية بتاعتنا من فوق، نحطه على المهلبية بتاعتنا من فوق. تعالوا نطلع فاصل. هعمل إيه في الفاصل؟ هغرف المهلبية بتاعتنا دي كده، هسيب منها جزء كده من الكاس بتاعنا، ولازم المرحلة دي تبرد خالص. يعني تسيبيها تبرد وتحطيها في التلاجة لما تبرد خالص خالص خالص، ونرجع بعد كده نحط عليها طبقة الجناش بتاعتنا أو طبقة الشوكولاتة وهي باردة. ما ينفعش نحطها وهي سخنة. هناخد الجناش بتاعنا نبدأ إن احنا نسيبه يبرد خالص، أبدأ بعد كده أحطه في كيس حلواني ببلبلة فستون كده، وأبدأ إن أنا أزين اللي فوق القشر. طيب أنا عاملة زي ما أنتم شايفين كده، بصي كده معايا يا ياسمين. زي ما انتم شايفين كده انا عامله اول طبقه وسايباها تبرد خالص، برد بقى لها ساعتين ثلاثه بارده معانا، علشان لما اجي دلوقتي ونرجع من الفاصل اجيب الجناش البارد معانا وابدا ان انا ازين بيه الوش. ونشوف المهلبيه النهارده بالجزر والبرتقال مع الجناش بتاع الشوكولاته هيبقى شكلها عامل ازاي. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. اوعى تروحوا في اي حته، مستنيين. شايفين كده بنعمل ايه؟ خدنا الجناش اللي احنا سيبناه يبرد ويهدى خالص، وخدناه على المهلبيه بتاعتنا اللي سبناها بردت هي كمان، وبدانا نحط طبقه الجانيز زي ما انتم شايفين كده على الوش. بيبدا بقى لما بيبرد، كل ما بيبرد كل ما بيشد معانا، تيجي تاكليه كده، ده بعد كده بيطلع معاكي زي الفل. طيب لو انا بقى مش عايزه طبقه الجناش اللي على الوش ديت، وعايزه اعمل طبقه المهلبيه بالبرتقال بالجزر من غير اي اضافات تاني، هينفع؟ اه طبعا هينفع وينفع وينفع كمان. ايه اللي مش هينفعه؟ هتطلع معاكي زي الفل. بتزينيها باي حاجه عندك، عايزه مكسرات، عايزه سوداني، عايزه جوز هند، زي ما انت عايزه، ما عنديش اي مشكله. اللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا او من فقرتنا او من عرضنا بيقدر يتابعنا في الاعاده ان شاء الله باذن الله. اسيبكم بخير، وبيتجدد لقائنا مع حلقه جديده من بلدي وكل برنامج وبرنامجكم على اقوى قناه طبخ في مصر، بي إن سي فود، قويه بيكم وليكم. اسيبكم على خير واقول لكم السلام. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا بي إن سي فود على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.